السلام عليكم اخوان، كيف حالكم؟ طيبين؟ معكم ابو داحم وابو الرحمن، رجعنا بمقطع جديد. قبل ما ابدا الفيديو عزيزي المشاهد، لا تحرمنا من زر اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. مقطع اليوم راح العب محاكي الفلافل الجزء الرابع، لا طول عليكم، مشاهده ممتعه. طعيه سخنه اخر لزازه وكم رغيف بالفرن طازه. طعيه سخنه بسم الله على بركه الله كان المحل. الحلقة الماضية يا جماعة خير وصلنا حلقة رقم 13. بسم الله على بركة الله، بدون موسيقى نطب الشاي نطلع أغراض سريع. دقيقة حبيبي، فين رايح؟ نطلع أغراض سريع. تفضل يا خالة. تفضل. إيش بس الضبان؟ حاضر الضبان، والله جهزني. ايوه كحكح انت كحكح. تفضل يا باشا، بمشيك يا باشا، خد احلى طعمية يا باشا. وانت شو بدك؟ خد الشاي يا حبيبي. بالعافية عليك يا باشا. سرعة، الوقت لازم. طلع الكولا. تفضل يا عم. طيب يا عم، دحين امشيك يا عم. تفضل يا عم، هذا البيكولا يا عم. تفضل يا ابني، عايز واحد فلافل؟ احلى فلافل من مطعم ابو داحم. تفضل الضبان بس يا شيخ، تفضل. مرحبا، احلى طعمية يا باشا. تفضل يا باشا، تفضل الشاي يا باشا. هلا يا عمي، يا مرحبا، يلا حياه. تفضل يا باشا، تفضل الطعمية يا باشا. تفضل يا باشا، تفضل يا باشا. تفضل يا خالة، بدك واحد طعمية؟ طيب والله شي ناقصة. تفضل يا يما. حاضر يا حبيبي. دقيقة. سرعة، الوقت. دقيقة، الزبون يعصب علي. تفضل يا مرحبا، انتوا اخوان جيتوا مع بعض ولا؟ تفضل يا باشا، تفضل يا باشا، ده العصير يا باشا. بس الضبان. تفضل يا باشا، تفضل يا عمي، تفضل يا عمي، تفضل. معليش يا عمي، انت بدك واحد طعمية؟ نعم يا باشا. تفضل. عايز ايه؟ ايه يا معلم؟ طيب الحين ماشيكم. تفضلي. الحين لازم مشي سريع. والله خذ السندوتش كذا. ما فيش كده يا باشا، خلاص تعلوا بكره. خذ السندوتش مجاني يلا، وعصير مجاني يلا، روح. نكب اللي هذا شو اسمه؟ شاي. نطلع ال دقيقة حبيبي، حط السلطة. حاضر. تفضل يا عم. الحين امشيك يا عم ولا تزعل. تفضل يا عم. ايوه الحين امشيك يا عم، ها ولا تزعل يا عمي، الحين امشيك، ها. تفضل تفضل يا عم. تفضل يا خالة، قرب يا ولد. يا مرحبا، نورت المطعم والله. تفضل يا عم.
بس انت مره مو وقتك دحين. تفضل يا عمي الشاي. مرحبا. تفضل يا مرحبا مرحبا مرحبا، نورت المحل. ايه يا معلم. تفضل يا عم. ها تفضل. يلا واضح انا مشيكم سريع سريع ولا تزعلوا يا شيخ. الله المستعان. نعم يا باشا. حبيبي يا حبيبي، يا الله يرحم امك يا شيخ. الفلوس كلها راحت يا اخي. خذها كذا، عصبت خذي، خذي سادة، خذي يا عم، ها، تفضل، خذ كولا مجاني، ها، خذ كولا، خذ أنت كذا، سادة. تفضل سادة. خذي. ايوه حاضر. خذي سادة. مشيهم سادة. تعال بكرة. الله مشيتهم سادة، لا يزعلوا مني. الوقت جالس يعدي بسرعة ما اقدر. اللي بعده حلقة 15 اللي هي حلقة الخبز. بسم الله على بركة الله. فكينا كوب الشاي. عايز ايه؟ هذا خبز تمام؟ حلو خلاص. يا حبيبي انت برا وقتك الضبان دحين. نعم يا باشا. تفضل يا باشا. حاضر. طالبين منها 200 يا اخي. اصبر يا اخي اصبر انت. ايه يا معلم؟ انت بقى عايز واحد فلافل؟ احنا مشيك يا عمي ولا تزعل يا عمي. تفضل. ها تفضل اللي بعده. ها ايوه ايوه باش امشي باش. خد يا باش. ايوه تفضل يا عم. ها خد الشاي يا عم. هلا هلا يا مرحب. ها يا عمي واحد فلافل. احنا مشيك يا عمي ولا تزعل. اعصابك يا عمي. الضبان ده بس الضبان بس بس. تفضل خذ الشاي يا ابن عمي. تفضل. لا مو الخبز ده، الخبز الثاني. تفضل ايه بس يا ضبان. الله يرحم امك. تفضل تفضلي. تفضل واحد فلافل. تفضل واحد فلافل. واحد فلافل. تفضل هذا الكولا. تفضل الكولا. تفضل الكولا يا حبيبي. خذ الكولا. نعم يا باشا. شوف عشان عصبت خذ كذا. لا تعصب علي ماني ناقص. تفضلي تفضلي.
اوه معلش كان يبقى هذا عطاته ساده كده. تفضل يا خصمي اصلا اليوم ما يبون اشتغل. خذ ساده. ايوه خذ ساده. انت ايش تبغى؟ خذ ساده. يلا خذ شاي. اللي بعده خذ ساده. ايوه تفضل 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 سادة بالعمي. خذ واحد كولا. ايه يا معلم بعطيهم سادة اشوف ايش راح يصير. تفضل تعال اللي بعده. تعال 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 انت بدك اعطيك كل شيء سادة. تعال بسرعة حبيبي خد سادة. خد خد اشي كده. ايوه خدي. ايوه خد خدي خد يا عمي كده. خد خبز هذا. ها يا ابن عمي خد. يا ابن عمي خد واحد كولا كمان. خد خسرنا. طيب دحين نكب الشاي. تمام هذا خبز جديد صح؟ حلو. نعم يا باسا. نطلع غراض حبيبي. لحمة السلطة بطاطس. حط كولا. انت واحد فلافل صح؟ دحين مشيك يا ابن عمي ولا تزعل ابن عني من عيوني يا ابن عمي. تفضل هذا واحد كولا. تفضل انت واحد فلافل بالخبز هذا. طيب دقيقة بس امشي الولد ده. ايه يا معلم. عصبت. معلش معلش. طيب الحين مشيك. يلا لا تزعلي. ايوه شوف شوف مشيتك سريع سريع. تفضل يا تفضل. تعال انت مو خبز الثاني. طيب ايوه تفضل. خبز الثاني. يلا اللي بعده. يلا اللي بعده. انت واحد فلافل مع شاي. ها طيب صوته خلص سريع سريع. تفضل يا عم ولا تنزل يا عم. تفضلي بس انت بس اجازت اهلي اقسم بالله. تفضلي تفضلي يا عم. لا خبز الثاني. تفضل يا عم واحد كولا. طيب تفضل تفضلي الحين امشيكي بطاطس ناقص. حطيتها ناقص حبيبي. عصبت. خد والله تاخذ كذا. هيا روح خد. ابى اعطيهم كذا. ابى اعطيهم كذا اشوف ايش يصير بعدين. تفضل تفضل كذا. ايوه خد. ايه يا معلم
خد. طعمية سخنة أحلى زازة وكم رغيف بالفرن طازة والكل بيضحك في الطبق معرفش ليه وش هيدين سكر فيه من غير ما تسأل ليه وليه هي بيضا حاول تعيش لحظة سعادة. بس عزيزي المشاهد كده وصلنا لنهايه الفيديو، لا تحرمنا من زر اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. الحلقه هذه مره متعبه، حقت الخبز مره متعبه، الوقت يمشي بسرعه، بس نكمل في الحلقه الجايه الحلقه الخامسه. لا اطول عليكم، السلام عليكم.